السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين، والتي نتابع فيها موضوعا مهما، ما أبرز التحولات التي طرأت على الحقل السياسي الفلسطيني وكيف أثرت على الحركة السياسية الفلسطينية. ما طبيعة التحديات التي تواجه الحركة السياسية الفلسطينية وما مستقبلها في ضوء الانقسام الفلسطيني والتدخلات الخارجية؟ وفي زهرة المدائن نتابع بابور الكاز، تحفة من التراث الفلسطيني وحكايات تأبى النسيان. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير أبو جهاد عام 88 و900 و1000. فتفضلوا بالبقاء معنا. بنتك كبرت وانت سجين، جوزناها من مدة، صاحت يا بعرس حزين وانت غايب مش عندي، لكن ما يهمك لسنين تمضي وتزول الشدة، واحكي لاجلك يا فلسطين لو غيب عمري. مرحبا بكم من جديد. إن ما يحدث من شرخ وتصدع في الحقل السياسي الفلسطيني يبرز افتقاد هذا الحقل مركزا قياديا موجها وممثلا للمصالح والتطلعات الوطنية العامة. ولقد مثلت منظمة التحرير الفلسطينية هذا المركز الذي بدأ يخبو مع أفول دورها واستبداله بدور السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من أن سلطة السلطة لم تتجاوز في أحسن أحوالها سلطة حكم ذاتي على معازل بعضها معزول عن بعض بالجدار العنصري والطرق الالتفافية والمستعمرات والحواجز العسكرية والقيود على الحركة والسيطرة على الموارد الطبيعية وغيره من الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال المارقة. ولقد ولد أفول دور مؤسسات المنظمة والانقسام العمودي الجاري في الحركة السياسية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وكذلك شلل مؤسساتها التشريعية المنتخبة، أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني، على الرغم من بقاء الاعتراف الدولي والعربي بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني، فإلى أين تمضي الحركة السياسية الفلسطينية؟ وما مستقبلها في ضوء التحديات التي تواجهها؟ هذا ما نناقشه مع ضيوفنا في هذه الليلة، الأستاذ بشار شلبي والمتخصص بالشأن الفلسطيني، ولاحقا الدكتور أحمد رفيق عوض والدكتور جواد الحمد عبر الخطوط الهاتفية من رام الله وعمان. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ بشار. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا. واسمح لنا أستاذ بشار أن نشاهد التقرير سويا ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا.
ظل الحديث عن الحركة السياسية الفلسطينية بين الواقع والتحديات، تهيمن حالة الفشل على اتفاق أوسلو في إرساء أرضية لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وتتمتع بقدر ملموس من السيادة ولا تتخلى عن حقي العودة وتحقيق المصير. هذا الفشل أدى إلى استقطاب حاد في الحقل السياسي بين حركتي فتح وحماس، أولاهما في الضفة محتلة والثانية في قطاع غزة محاصرة، إضافة إلى ضعف القطب الثالث العاجز عن تحقيق توازن في السياسة الفلسطينية تتمثل في قوى اليسار. عام 67 جاء ليكشف خواء نظرية الوحدة العربية والتوازن الاستراتيجي والقومية العربية وتأثيرها على النضال الوطني، وأصبح ليس متناقضين، وبدأ بتأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية بفصائلها المتعددة. هذا استمر ليشكل عام 69 بدء سيطرة قوى المقاومة على منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت جزءا من النظام الرسمي العربي بعد تأسيسها عام 64. فيما بدا واضحا ان كلا القطبين يتمحوران حول عوامل جذب عربية او دولية تعمل على التدخل في ادق تفاصيل القضية وتؤثر على قرارها، وأدت بشكل واضح إلى تفككها وتحولها إلى مناطق وجزر تتبع كل منها أجندة خارجية. وعلى الرغم من أن الروح الوطنية لا تزال تؤثر بين الحين والآخر على الحالة الفلسطينية الراهنة، إلا أنها بحاجة إلى تكاتف مجتمعي كامل من مؤسسات وأجهزة أمنية وجامعات وتجمعات وطنية ومدنية تجمع القرار وتؤثر به نحو الهدف الجمعي الواحد. الانقسام الفلسطيني ليس مشكلة بحد ذاته، بل هو مظهر من مظاهر مشكلة وأزمة النظام السياسي الفلسطيني الذي ولد في المنطقة العربية ولم يولد في الأراضي الفلسطينية. وكلنا يعلم أن التنظيمات الفلسطينية عدد لا بأس بها نشأ في المنطقة العربية وبمرجعيات عربية، شيء للعراق وشيء لسوريا وهكذا. هذا من جانب. من جانب آخر، وأعتقد أن الانقسام الفلسطيني لن يؤثر كثيرا على المشهد السياسي والحركة السياسية الفلسطينية، لأن يعني ما يحدث في الإقليم هو الذي يحدد مسارات القضية الفلسطينية. وأنت تعلم أن الرئيس أبو مازن على سبيل المثال عندما انتهت فترة القانونية في 9 يناير 2009 تم تجديد شرعيته عبر جامعة الدول العربية، ولم يلقى للشعب الفلسطيني وصوت الشعب الفلسطيني أي اعتبار. أثرت تلك التجاذبات على عملية ضمان بقاء منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، حتى بدأ نجمها بالأفول وستبقى كذلك إذا ما أعادت الحياة الديمقراطية. فالانقسام داخل الحقل السياسي بتقاطعاته مع المراكز الإقليمية وارتباطاتها الدولية بات يعوق العودة إلى الانتخابات العامة، وهي انتخابات كانت مستحقة في بداية 2009 رئاسية و2010 تشريعية. وعلى الرغم مما سبق، فإن حالة التململ في المجتمع الفلسطيني تعطي مؤشرات حياة لدى الشعب الفلسطيني القادر على الحفاظ على حيويته وقدرته على النهوض من جديد. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذا هذا الموضوع مطروح للنقاش في هذه الليلة وفي هذه الحلقة من فلسطين عبر قناة الرافدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشار شلبي مرة أخرى معنا في هذه الحلقة. كما تعرف هناك كثير من التحولات طرأت على الحقل السياسي الفلسطيني منذ الانتفاضة الأولى عام 87، ثم مؤتمر مدريد، ثم اتفاقية أوسلو، بعدها قيام السلطة الفلسطينية، وبعدها الانقسام الفلسطيني الحاد الذي ما زالت أثاره حتى الآن. لكن يبدو أن الحركة السياسية الفلسطينية لم يحصل عليها تطور يتناسب مع هذه التغيرات الهائلة والتحولات الكبرى على صعيد الحقل السياسي الفلسطيني. كيف أثر ذلك على الحركة السياسية الفلسطينية؟ أستاذ يونس، تحياتي لك أولا وللمستمعين والمشاهدين الكرام، وتحية دائما موصولة وعظيمة لشعبنا الفلسطيني المقاوم في كل أماكن وجوده وفي كل ميادين مقاومته. الحقيقة أنه الحديث عن الانقسام الفلسطيني بين قوسين ممكن أن يستغرق في فلسفة الحديث عن الانقسام نفسه،
بمعنى ما هو الانقسام وما هي طبيعته وكيف حصل، وهل هو مشكلة بحد ذاته أم لا، وكيف يمكن التعامل معه والتعاطي معه. ويمكن أن يتم تناوله أيضا تاريخيا، لأن موضوع الانقسام هذا الذي قلنا بين قوسين ليس يعني طارئا على المرحلة التي جاءت فيها ثنائية فتح وحماس، فالانقسام الفلسطيني حصل قبل ذلك بكثير، لا بل أن الانشقاق الذي شكل في مرحلة معينة سمة من سمات الحركة الوطنية الفلسطينية لأسباب مختلفة ليس هذا ميدان بحثها، طال حركة فتح نفسها، وليست مرة واحدة التي تعرضت فيها حركة فتح إلى نوع من أنواع الانقسام أو الانشقاق، وتبع ذلك انشقاقات وانقسامات واصطفافات وصلت إلى الصدام في محطات كثيرة، أبرزها كان وضوحه في لبنان وفي سوريا. لكن النقطة الجوهرية في تقديري والتي تهمنا كشعب فلسطيني والتي تهم القضية الفلسطينية هي أثر هذه الانقسامات على الشأن الوطني وعلى القضية الوطنية. اليوم العلامة الفارقة في المشهد الفلسطيني ليس هو وجود فتح وحماس بقدر ما هو وجود اتفاقيات أوسلو ومفاعيل اتفاقيات أوسلو. وفي الحقيقة أخي يونس أن اليوم الانقسام الحقيقي في المستوى السياسي الفلسطيني هو وجود طرف متمسك بأوسلو ومنفذ لأوسلو ضد أطراف متعددة، بعضها داخل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامي خارج منظمة التحرير. اليوم بإمكاننا أن نرى ليس فقط تشكيل الحكومة الفلسطينية الأخيرة، حكومة فتح برئاسة شتية، وطريقة تشكيلها وكيف أثرت هذه الحكومة أولا على رفض مجموعة كبيرة من الفصائل الوازنة والمؤثرة وعلى رأسها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية في رفض المشاركة في هذه الحكومة من جهة، ثم أثرها على انشقاقات وتصدعات داخل داخل الأطراف الذي كان مؤملا أن يكون القطب الثالث في الحركة السياسية. وبالتالي الحديث عن الانقسام الفلسطيني يجب أن يتجاوز في ذهن المواطن الفلسطيني وفي ذهن الطبقة السياسية والنخبة الفلسطينية، يجب أن يتجاوز ثنائية حماس وفتح إلى الانقسام بمعنى المشروع الوطني وهو الأخطر. ما أريد أن أقوله أخي يونس وباختصار أنه لم تشهد حركات التحرر الوطني في التاريخ حالة وحدة كاملة بالمعنى الحقيقي باستمرار، في فيتنام، في حتى في الدول العربية، في الجزائر وفي غير الجزائر، دائما كان هناك تباينات وكان هناك فصائل متعددة قاومت الاحتلال وقاومت المحتل، لم تندمج هذه ولم تتشكل في حالة وحدوية شاملة وكاملة وقوية. لكن هذا لم يؤثر على مسيرة التحرر في حالتنا الفلسطينية. المشكلة أن هذا الأمر انتقل إلى التأثير في المشروع الوطني الفلسطيني وضرب المشروع الوطني الفلسطيني في روحه وفي عقله تماما. أشكرك على هذه الإجابة أستاذ بشار، ودعني أتوقف أيضا عند هذا السؤال مع ضيفي من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، والذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، الأكاديمي الفلسطيني طبعا والكاتب والمحلل المعروف. دكتور أحمد مرحبا بك معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، يعني سأبقى في نفس النقطة، كيف يمكن أن تصف لنا واقع الحركة السياسية الفلسطينية بعد هذه التحولات الكبرى التي طرأت عليها خلال عقدين طويلين من الزمن؟ تحية لك ولضيوفك الذين لا أعرف أسمائهم للأسف، لا 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 أشاهدكم على الشاشة، أنا في مكان مختلف. نعم. وأيضا للمشاهدين باختصار شديد أقول أنه التغيرات عميقة وعميقة جدا في بنية النظام السياسي، توجهاته، مرجعياته، تحالفاته، وأيضا انقساماته وانشقاقاته. هذه عقدين من الزمن يعني غنية جدا، فيها أحداث كثيرة إقليمية ودولية، فيها انقلابات في العالم والإقليم أيضا، وأيضا على الساحة الفلسطينية. وبالتالي حركة السياسية الفلسطينية عندنا شهدت تراجع وشرذمة وتغير في الأداء، تغير في العقلية، تغير في التحالف. ولهذا السبب رأينا طبعا كل ذلك على خلفية اتفاق مع العدو. قبل ذلك كان هناك انهيارات في الإقليم، وكان هناك أيضا اتفاقيات مع العدو، وبالتالي احنا تغيرنا، يعني عمليا موقعنا من العدو تغير، وبالتالي تغير موقعنا مع العدو خلى الكثير من المسلمات يتم النقاش حول، صار في تراجع في الوعي، تراجع في الرؤية، في المرجعية، هذا عكس على العمل السياسي. لهذا السبب صار أن تفاوت المواقف، خلافات كثيرة كانت ذروتها سنة 2006 بالانقسام اللي حصل، وهذا انقسام يعني طولي وعرضي، يعني طولي وعرضي بكل الجهات، في كل البنى، في
الانقسام في المرجعية في الأداء وفي السلوك وفي التحالف. ولهذا السبب أصبح عندنا رؤيتين كبيرتين مختلفتين تماما. ضيفك الكريم قال شغلة مهمة جدا جدا، إنه أي مشروع وطني دائما يعني يتشرذم ينقسم، ومش بس يتشرذم ينقسم على هناك تباينات، نعم ينقسم على جو، لا أيضا ينقسم لأنه في داخل وخارج، لأنه في كبار وصغار، لأنه في براغماتيين وفي مبدئيين وهكذا. عادة هذا تاريخ، والتاريخ يعني لا احنا فوق التاريخ ولا تحت التاريخ، احنا شعب معي شعب اخر. لكن عندنا ما يحدث عندنا انه احنا تراجعنا، قدمنا طبعا هذا ايضا ما يعني استمرار كلام ضيفك الكريم، ايضا احنا يعني في تراجع للمشروع الوطني التحرري، ولكن هذا ايضا احدى سمات المشاريع الوطنية التحررية فيها تراجعات، نعم. والمشروع الاستعماري في تقدم، نعم، ولكن احنا عندما نتحدث للتاريخ او امام التاريخ هذا الأمر معروف ومفحوص وبنعرف نتائجه حتى، لأنه بإذن الله نحن نتكل على الله سبحانه وتعالى وسنن الله التي لا تتغير، وأيضا سنن التاريخ اللي هي جزء من سنة الله أيضا. وبالتالي نعم هناك تغير عميق، تغير كبير، وهناك هدية للمحتل، ولكن هذا برأيي أنه هذا استثناء وليس القاعدة. ولهذا السبب يعني رغم أنه ندين الانقسام هذا، ولكننا أيضا مرتاحون إلى أننا نربح بإذن الله تعالى. أتمنى أن تبقى معنا دكتور، سنعود إليك بأسئلة أخرى. أستاذ بشار، يعني هناك معاينة وتشخيص للحالة الفلسطينية ممتازة، ولكن كلها تدور في نفس الدائرة. الجميع يعرف واقع الحالة الفلسطينية، الحركة السياسية الفلسطينية، مخاطر ذلك على القضية الفلسطينية، لكن لا أحد يستطيع أن يقول لنا ما هو الحل، والأطراف كلها تبحث عن حل سحري، ولكن يبدو أن الأمر صعب جدا لتعقيدات من تدخلات خارجية إقليمية وعربية وتدخلات دولية وتعقيدات أخرى كثيرة ربما نتطرق إليها. لماذا لا يلجأ الفلسطينيون، وخاصة أن أوسلو فشلت عمليا، وهذا باعتراف السيد محمود عباس، قال بعظمة لسانه كما يقول المثل أن الاحتلال الإسرائيلي أفشل أوسلو وألقى بها في مياه البحر. وبالتالي نحن أمام واقع جديد الآن، يجب أن نتدارس ونتفاهم على خلفياته بشكل جيد. الحقيقة لا، يعني هو أولا الأطراف الفلسطينية المختلفة تشخص الحل، مش فقط هي تصف المشكلة، نعم. هي تشخص الحل، نعم. لكن في إشكالية بالتشخيص، وأنا هون خليني أقول إنه تشخيص الحل يأتي متفرقا، يعني يتحدث عن انتخابات. محمود عباس والمجموعة الأوسلوية إذا جاز أن نقول، يعني المتمسكة جدا بأوسلو رغم حديثها الدائم عن فشله، هذه المجموعة تريد عندما تتحدث عن انتخابات تتحدث عن انتخابات بشيء من الانتقائية الواضحة، فيتحدث عن انتخابات في الضفة وغزة، تستقوي أحيانا بموضوع أنه ممكن الكيان الصهيوني لا يقبل بانتخابات في القدس، فتحاول أن تستخدم هذه القضية باتجاه أو بآخر، تتجنب تماما الحديث عن الانتخابات المتزامنة بشكل عملي. هو ممكن يكون في شعار، فالحديث عن الانتخابات هو أحد ملامح المخارج التي يتحدث فيها الشأن الفلسطيني. انتخابات في داخل فلسطين، يعني في الضفة وغزة بما فيها الضفة بما فيها القدس بالطبيعة، انتخابات تشمل الرئاسة وتشمل المجلس التشريعي، وانتخابات منظمة التحرير الفلسطيني لاختيار لجنة تنفيذية باعتبار العودة إلى ما هو مسكوت عنه، العودة إلى منظمة التحرير. ليش مسكوت عنها؟ لأن منظمة التحرير كما تفضلت بمقدمتك ابتداء، أن منظمة التحرير التي أنشأت السلطة الفلسطينية والتي نابت عن الحالة الفلسطينية في إنشاء السلطة الفلسطينية، أصبحت المنظمة هي رف أو هي ملف صغير في أحد رفوف السلطة، وأصبحت تنتظر أن تقدم لها السلطة قطرات الماء للعيش، وبالتالي لا يمكن أن تكون مرجعية حقيقية. إذن التوصيف المتعلق بالحل موجود وإن كان مفرق، وهو اللجوء إلى حالة انتخابية فلسطينية تمثيلية حقيقية. الآن نحن دمنا نسأل سؤال عميق، هل الحالة الانتخابية أو الوصول إلى حالة انتخابية ستشكل حل للنظام السياسي الفلسطيني؟ أنا أقول لك ممكن واحد يجي يقول أصلا ظهر الانقسام الحقيقي مع الانتخابات، بعد أن أفرزت الانتخابات قوة وازنة غير ما اعتادته الحالة الفلسطينية الرسمية. هاي واحد، بمعنى أنه أفرزت الانتخابات قوة على الأرض
حقيقية قوة صندوق اقتراع اسمها حركة المقاومة الإسلامية حماس، فازت ب 70 أو 67% من أصوات المجلس التشريعي، وكان ممكن أن يعني تحصد مثل هذا الرقم حتى لو أجريت الانتخابات إن لم يكن أكثر من ذلك خارج فلسطين، بالإضافة إلى شرعيتها المقاومة وشرعية وجودها في مؤسسات المجتمع الفلسطيني وخاصة الجامعات رغم كل ما يجري. هذا الإفراز هذا هو اللي كرس حالة انقسامية. لماذا؟ لأن السلطة تصرفت كواحدة من النظم العربية، يعني السلطة الفلسطينية لم تحافظ على صفات منظمة التحرير أنها حركة تحرر وطني، وإنما تصرفت باعتبارها ماذا؟ باعتبارها نظام عربي. هذا النظام العربي يأبى ويرفض أي صورة من صور الشراكة، وهذا الحكي يعني انسجام أو تماثل كامل بين الحالة الفلسطينية الرسمية بين قوسين اللي تمثلت بسلطة أوسلو والحالة العربية. إذن إحنا إذا بدنا نحكي باختصار عن الحل، لا، الحل هو أن تكون الحركة السياسية الفلسطينية حركة تحرر، أن تعود الحركة السياسية الفلسطينية أو النظام إذا جاز أن نسميه نظام سياسي فلسطيني في مرحلة التحرر أن يعود لوصفه الحقيقي وهو أنه حركة تحرر، أن تعود منظمة التحرير إلى اسمها وهي منظمة التحرير. إذا رجعنا إلى هذا الأمر ممكن هذا يقربنا من منطق. أنا لا أزعم بأنه مجرد ما قررنا بهذا راح ترجع الأمور يعني قمرة وربيع، لا، وراح يظل النزاع، وإحنا بنعرف أنه النزاعات، وكما أنا أشرت في الحديث قبل أوسلو وممكن أن تبقى بعد أوسلو، لكن شو الفرق؟ الفرق بأنه خلاف أو يعني تشظي حتى في ظل المشروع الوطني الواضح اللي متعلق بالتحرير وعودة الحقوق الفلسطينية، أو في ظل جزء من الحالة الفلسطينية منسجم ومتماثل وخاضع لاشتراطات أوسلو كلها رغم شتمه الدائم لأوسلو واعترافه بفشل هذه الاتفاق. دكتور أحمد أشكرك أستاذ بشار على هذه الإجابة. دكتور أحمد، يعني هناك الكثير من القضايا، ولكن إحدى هذه المشكلات التي تواجه الحركة السياسية الفلسطينية والتدخلات الإقليمية والتدخلات الدولية، ونحن نعرف أن القطبين الأساسيين في الساحة الفلسطينية وهما حركة فتح وحماس لكل منهما تحالفاته ويعني السياسية المعروفة وبالتالي التي يمكن أن تؤثر على واقع الحركة السياسية الفلسطينية، إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ بشار شلبي معي في الأستوديو، كيف يؤثر هذا السبب على سير الحركة السياسية أو النظام السياسي الفلسطيني؟ الحركة السياسية الفلسطينية عندنا على الأقل الحركة التي تمثلها من ينضوي تحت لواء نظام التحرير الفلسطينية اختارت الاتفاق أو اختارت الاتفاقات الدولية، اختارت التفاوض، اختارت المؤسسات الدولية، اختارت التوسط، اختارت اللائحة الدولية، بالتالي هي غادرت بين قوسين الثورة إلى بين قوسين أيضا الدولة، رغم أنه الكلمتين ملتبستين جدا، الثورة والدولة أيضا، لأنه إحنا مش دولة، إحنا ما قبل الدولة أصلا يعني. نعم. بالتالي هناك مغادرة من منطقة إلى منطقة، قبلنا ذلك، قبلنا الاتفاقات الدولية، قبلنا الاشتراطات، قبلنا الاتفاقات، وبالتالي هذا يشترط علينا طريقة التعامل مع العدو، مع الإقليم ومع العالم، لانه ايضا هذا نتلقى من اجله تمويل، نتلقى من اجله اعتراف، نتلقى من اجله شرعيه وشرعيه بقاء وبناء مؤسسه. حركه حماس ايضا اختارت اللي اختارته، اختارت تحالفاتها واختارت سلوكها وايضا عليها اشتراطات ايضا، ولذلك احنا في عندنا شكلين بين قوسين ايضا من النظام السياسي الفلسطيني براسين، هذول الراسين اذا بدك في لحظه من اللحظات قد يعترضوا التطور الطبيعي للمجتمع الفلسطيني اللي ممكن ينتج نتاج مختلف، لأنه هذا إذا بدك احتجاز، نوع من الاحتجاز، إنه احتجاز للقراء، احتجاز للتمثيل، واحتجاز للأداء. الآن إلى متى يتم الاحتجاز؟ إلى متى يتم هذا منع المبادرات المختلفة؟ ولا لست منحازا هنا لطرف او لمبادره او لشكل على الاطلاق، انا اتحدث هنا بالرؤيه التاريخيه، سؤال التاريخ اذا بدك، انه هذه هذا 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 النظام السياسي المكون من راسين، هل يصل بنا الى التحرير؟ هل يصل بنا الى الدوله؟
هل يصل بنا الى الانعكاس والاحتلال؟ هل هو عاجز هذا النظام اللي برأسين، هل هو عاجز عن تحقيق الاهداف في ازاحه الاحتلال، اقامه الدوله، حقق المصير، اعاده اللاجئين الى اخره؟ هل اقتربنا من الهدف ولا ابتعدنا عن الهدف؟ هل الانقسام دليل صحه وعافيه ولا دليل ضعف حقيقي؟ هل الاتكاني للمؤسسه الدوليه والقرار الدولي والتوصف والتفاوض هل ياتي نتائج؟ واذا اجت نتائج هل نبدا 1000 سنه مشان نحصل على موقع بالتفاوض؟ هل طريق حماس المقاوم بين قوسين هل هذا سيقربنا من التحرير ولا يتم ايضا استخدامه بتكتير؟ من من المفترض ان يجيب عن هذه الاسئله الكبيره دكتور لو سمحت؟ هذا سؤالك مهم جدا، من هو المخول بالإجابة؟ أعتقد يعني وأرى أولا أنه هذا إجابة تاريخية، نحن ننتظر تغيرات، ننتظر بس أقول ننتظر مش بمعنى أن الشعب ينتظر، لا، أنا كمراقب إذا بدك، ننتظر يكون هناك تغيرات عميقة داخل مجتمعنا الفلسطيني، داخل المجتمع المحتل ايضا، لان المحتل تغير ايضا خلال 100 سنه تغير، والمحتل كان بمنطقه صار بمنطقه اخرى، الاقليم تغير ايضا، العالم يتغير، احنا كفلسطينيين القضيه الفلسطينيه، قضيه فلسطين دائما تخسر باي تغير دولي، لانه القوى التوحش للراسمالي عاده تربح، لكن الراسماليه لن تربح دائما، الراسماليه تتراجع الان، وبالتالي نحن ندفع ثمن ضعفنا، نحن ندفع ثمن انه ليس لدى ظهير، النظام العربي الرسمي على الاقل اللي ولا مره تصرف كما يجب ان يتصرف بمصالحه الحقيقيه، وانما كان دائما يتصرف من خارج مصالحه، بالتالي احنا في المنطقه الاضعف، في المنطقه الضعيفه، في المنطقه في ندفع ثمن هذه التغيرات. لذلك الاجابه على هذه الاسئله انا برايي انه يعني ننتظر، لا أقول للشعب ينتظر، لأن الشعب دائما مبدع ويسبقنا ويفاجئنا ويبادر عنا، عندما أقول ننتظر بمعنى إذا بدك التنظيري أو المعنى الوعي، مش بمعنى الحركة التاريخية، لا. نعم أرجو أن تبقى معنا دكتور، سنعود إليك. أستاذ بشار، المشكلة أنه الشرخ يزداد بشكل عمودي وأفقي كلما ازددنا في الانتظار الذي أشار إليه الأستاذ الدكتور أحمد، بمعنى أنه فشل أوسلو، اتفاقية أوسلو شرع في حصول شرخ واستقطاب حاد كما قلنا بين الأطراف الفلسطينية، وفي نفس الوقت الذي تعترف فيه المجموعة التي تقف خلف أوسلو وما زالت تحافظ على مكوناتها الأمنية وغيره حتى الآن، هي ذاتها تصر على الاستمرار في هذا النهج، يعني هي تعترف بخطأ هذا النهج. نعم. وبأنه لم يأتي بنتيجة النتائج الجيدة على صعيد القضية الفلسطينية، ولكنها تزداد إصرارا يوما بعد يوم على المضي قدما في هذا الخيار. في المقابل الجهات الأخرى والتي تمثل المقاومة المسلحة على رأسها حماس وحركة الجهاد الإسلامي والآن جزء من الجبهات الموجودة، تصر على أن هذه الطريق التي تسلكه هو الطريق الأمثل لحل القضية الفلسطينية، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة الآن. هل من الممكن التقريب بتقريب المسافات بين الأطراف المتباعدة؟ هو الحقيقة أخي يونس والدكتور أحمد رفيق عبر الهاتف، مع تحياتي له أيضا، الحقيقة أنه في نقاط مهمة جدا لا يجوز أن نتجاوزها ونقفز عنها، لا في النقاش ولا في الحلول الفعلية. هناك نصف الشعب الفلسطيني خارج فلسطين. نعم. هذا الشعب الفلسطيني اللي هو خارج فلسطين، من يمثل هذا الشعب؟ أيوة. نعم. هذا السؤال المطروح منه، وهو سؤال لم يعد كامنا، أصبح منطلقا وبأصوات مرتفعة عبر الكثير من الأشكال الشبابية داخل المخيمات وخارج المخيمات، بين المثقفين حتى بين المقيمين في خارج الوطن العربي في أوروبا، كون مساحة الحرية عندهم تتيح لهم أن يتحدثوا بصوت
أوضح وأعلى من اللي موجودين في الوطن العربي، كلهم الآن يسألون عن دور هذا الجزء الكبير من الشعب الفلسطيني في معركة التحرر في القضية الوطنية. وهذا بالتالي يفرض على الجميع، على جميع الأطراف، أنه عندما يكون هناك حديث عن الحركة السياسية الفلسطينية، عندما يكون هناك حديث عن النظام السياسي الفلسطيني، لا يجوز لأي طرف أن يستثني هذه الكتلة تحت أي حجج. أنا أذكر أن الحوارات حول هذا الموضوع كانت قديمة، وكل مرة كان هناك طرف يتحدث أنه لا يمكن أن نجري انتخابات في المكان الفلاني، لن تسمح لنا الدولة الفلانية. هذا نوع من أنواع الاعتذارية التي تقدمها أطراف فلسطينية لأطراف أخرى، وهذا غير مقبول، لأنه إذا أردنا التمثيل الحقيقي إلى اليوم لا يوجد حالة انتخابات حقيقية مثلت المجلس الوطني الفلسطيني، ومع ذلك ما زال هو المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الجميع يتحدث عنها بصيغة ما، سواء كانت تمثيلية مقبولة 100% أو أقل من ذلك، وهناك مؤسسات لشعبنا في أماكن وجوده في المخيمات وغير المخيمات يمكن التعاطي معها. ولذلك هذه النقطة الأولى، أنه نصف الشعب الفلسطيني اللي هو موجود خارج فلسطين لا يجوز استثناءه، وهو موجود وهو قادر على أن يقول كلمة، ويجب أن تكون له كلمة في الوضع الوطني أو في القضية الوطنية. النقطة الأخرى، أن الواقع بعيدا عن وأين الخطأ ومن المخطئ، الواقع أن هناك ثنائية حقيقية في المشهد الفلسطيني. وهذه الثنائية تجاوزت ثنائية الخطاب إلى ما يمكن أن يتحدث عنه أي واحد منصف وغير منحاز إلى ثنائية التمثيل. لا يستطيع أحد اليوم أن يقول الآن العدو يستخدم هذه الحقيقة، وهو عندما يريد أن يناكف محمود عباس يقول له أنت لا تمثل الشعب الفلسطيني. صحيح. وبالمقابل أيضا عندما يريد أن يضغط على أي طرف آخر يقول له أنت، يعني هذه الثنائية كمان يجب أن نعترف بها. اليوم هذه الثنائية تتكرس بواقع جغرافي من خلال أنه مش ثنائية مشروع بين قوسين، ثنائية مشروع جغرافيا أيضا، ثنائية جغرافيا، ثنائية فصائلية. ولذلك والحديث عن جغرافيا ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا في الخارج. بالضبط. الآن بالتالي هذا يعقد المسألة بصورة أكثر، بحيث يعيد طرح السؤال أنه هل يمكن الانتخابات أن تحل المسألة أو المشكلة. أنا أقول لك أن المسألة والمشكلة يمكن، ولعل في ثنايا كلام الدكتور أحمد إشارة إلى ضغط شعبي لكسر أي نوع من أنواع الاحتكار، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود في الحالة الفلسطينية. اليوم الجامعات الفلسطينية في الوطن المحتل، يعني في الضفة الغربية وفي غزة، يمكن أن ينتج عن الحراك الطلابي الفلسطيني إذا سمح له أن يأخذ حقه من الحرية، يمكن أن يشكل ضغطاً على الأطراف ولحمةً في الحالة الوطنية الفلسطينية. ولذلك بالنسبة لي أرى أن الدفع وتشجيع وزيادة التنظير الإيجابي الوطني لصالح الحركة الطلابية الفلسطينية بالذات في داخل الوطن، لأن هناك التعبير الأوضح عن حالة الحالة الثنائية والانقسام، يمكن أن يؤدي إلى محطات إيجابية. دعني لا أطيل على دكتور أحمد. دكتور أحمد، معلش على السؤال، لكن ما قيمة كل ذلك في ضوء إشكالية توليد سلطة في ظل احتلال عسكري استيطاني إحلالي كما هو حاصل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحاصر منذ 12 عام؟ يعني نحن يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة ونحاول أن نتقاسم سلطة وهمية تحت الاحتلال، وبالتالي نهرب من الإجابة عن كثير من الأسئلة دون الوقوف أمام هذا التحدي الأكبر، وهو وجود سلطة تحت احتلال مباشر. الآن هناك تفكير بضم المستوطنات إلى دولة الاحتلال، وهناك تفكير بقضايا أخرى كما تم أيضا منح القدس وجعلها عاصمة لدولة الاحتلال. إذن كيف يمكن أن نتجاوز هذه المسألة؟ صديقي العزيز، كلامك جميل وأجابك باختصار. أولا، السلطة الوطنية الفلسطينية هي كانت نتاج اتفاق إقليمي ودولي، بمعنى نتاج الهزيمة بعد 92، وبالتالي هذا كانت نتاج هزيمة. النظام العربي كان يريد هذا الأمر، وبالتالي نحن نتاج هذا، ذروة هذا الانكسار إذا بدك. هذا واحد. اثنين، هذه حرب روايات، حرب لا تنتهي، يعني حرب روايات، مش حرب بس عسكر وجنود ودبابات، هي حرب روايات بينه وبين عدو. بالتالي هذه يعني حروب يشترك كل شيء، يدخل فيها كل شيء، الثقافة، الأدب، الوجدان،
الإعلام، الدين، الثقافة، الروح إلى آخره. ثلاثة، عندما قبلنا أن نتحول كما قلت إلى أن نكون سلطة فلسطينية، بالتالي هذا كما قال الإسرائيليون وكتبوا ذلك أنهم هم أخذوا صنع القرار، بدل يكون برا صار جوا، بالتالي تحكموا بشروطه وسقوفه وتوجهاته ويعني وأشعروا اللحظة ما أنهم تخيلوا أنهم صنعوا سلاما مع الفلسطينيين، ولكنه هم ما انتبهوش الوحش اللي طلع جواتهم الآن. المسألة الأخرى أنه دعنا نعترف بأنه الفلسطيني الآن يتم إعادة تعريفه، وعندما يكون إعادة تعريفه يعني تغييبه، أنه تقسيمه وتفتيته بحيث أنه يكون ملغي، أنه في عرب 48، عرب غزة، عرب الضفة، عرب القدس، عرب الشتات، فلسطين الشتات، وبالتالي من هو الفلسطيني؟ ولهذا السبب نرى الآن التوحش الإمبريالي عندما يقول أنه في صفقة قرن أو صفقة ترامب اللي عملية يتم فيها نفي الفلسطيني ودمج الاحتلال وتبرئته وتغذيته ومكافأته وأن يكون ضامن للمنطقة مقابل أنه تلغي الفلسطين. ومش بس هيك، الوحش الإمبريالي أيضا يعترف بيهودية الدولة، نعم، وقانون يهودية وينفي الفلسطيني. بالتالي إحنا في ذروة كل ذات الآن أيضا بصراحة كيف نرد؟ إحنا ندفع ثمن هزيمة النظام العربي، ندفع ثمن تغول الثانية، ندفع ثمن تغول اليمين، نتصرف بس إسرائيل وأوروبا أيضا، نحن ندفع كل ذلك. نحن بذروة وأيضا نظامنا السياسي في جدل وفي نقاش جديد، أيضا أدائنا السياسي في هنا وغرب الخارج أيضا عليه جدل كثير وكبير، أيضا بيننا فروق للأسف. مرة أخرى أعود لفكرة الاحتجاز، إحنا ربما على أبواب مخاض حقيقي مضطرون إله، مضطرون. هذه هي قفزات التاريخ، هذه مقدمات التاريخ اللي هي مقدمات يعني كمية ثم تصبح نوعية في لحظة من اللحظات، وهي لحظة فريدة بالتاريخ. نحن على أبواب مخاض حقيقي نغير فيه المنطلقات، وربما الأداء، ربما نعيد الحسابات، لأنه حقيقة لابد من التحقيق والمرآة وانتقاد التجربة بلا شك بعقل بارد وقلب محب أيضا. شكرا لك دكتور أحمد رفيق عوض الأكاديمي الفلسطيني، كنت معنا من رام الله، وأرحب معي بالدكتور جواد الحمد الكاتب الفلسطيني والمحلل المعروف. دكتور مرحبا بك معنا. حياك الله يا حبا حيك. دكتور، ما أبرز التحديات التي تواجه الحركة السياسية الفلسطينية باعتقادك؟ أولا مساء الخير لك وللجمهور الكريم ولضيوفك. الحقيقة أنا في وجهة نظري أن هناك أربع تحديات رئيسية ينبغي التعاون معها فورا، إلا فإن القضية الفلسطينية ستعاني معاناة لم تكن في حسبان حتى الخصوم والأعداء. الموضوع الأول توحيد الرؤية الفلسطينية، يعني حقيقة هناك إشكالية في الرؤية لدى كل فصيل على حدة، وحتى النخبة السياسية الفلسطينية، ولدينا أيضا نخبة أكثر مستقلين أيضا والمفكرين، ولدينا أيضا إشكالية في داخل كل فصيل في وقت واحد. لذلك هذا يصعب أن يأتي برؤية واحدة موحدة بين الأطراف الفلسطينية. لديه إمكانيات أن يصل إليها، نعم، هناك فرصة سامحة، نعم، هناك إمكانيات لو جلسوا وتفاوضوا وتفاهموا أن يصلوا خلال أسبوع أسبوعين، نعم، لكن الغريب أنهم لا يهتمون بهذه الجزئية، ليس الجزئية هذه كلية، آسف، توحيد الرؤية تجاه التعامل مع أزمة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة. هذا هو نقطة في الحركة السياسية الفلسطينية. ثانيا، عبارة أن الحركة السياسية الفلسطينية تمارس شكل مختلط بين الثورة والحكم والديمقراطية في وقت واحد، وهذه كانت تحتاج إلى معادلة قوية وثابتة ولها مكونات وشروط تحقق مع معقولة واقعية. حتى الآن لم تنجح في تحقيق ما كان يتوقعه كثيرون، وأنا كنت من المؤيدين أن يتم المزاوجة بين العمل المقاوم والعمل السياسي في نفس الوقت، وبين الحكم المدني في داخل فلسطين والديمقراطية، لكن يبدو أن الأمر أصعب مما توقعنا جميعا، وبالتالي بحاجة إلى إعادة نظر والتحدي وتعامل معك تحدي جديد في الفكر السياسي الفلسطيني صراحة. القضية الثالثة تتعلق في النظرية الفلسطينية في العمل أساسا، يعني هل إحنا سنعمل لتحرير فلسطين كفلسطينيين فقط، أم سنعمل عبر البعد العربي والدولي كما البعض يطرح، أم سنعمل نحن أساسا ونستجلب معنا الدعم العربي والدولي سواء بغضة أو بإكراه أو بالضغط الشعبي خلال الحركات السياسية العربية أم لا.
هذه أسئلة حرجة وقوية صراحة، بحاجة إلى إجابات، وأظن أن الإجابات ممكنة أيضا ومعقولة وواقعية، هناك أفكار ممتازة فيها. الرابعة صفقة القرن الجديدة، هي تحدي حقيقي أمام الشعب الفلسطيني. حتى الآن هناك يعني تباين في القراءات للمضمون وشكل التطبيق والتداعيات والانعكاسات والآثار المترتبة وكيف نتعامل معها. تخيل أن كل هذا حتى الآن هناك تباين فلسطيني بالحركة السياسية الفلسطينية في النظر إليه على مستوى الأكاديميين والخبراء، على مستوى مراكز الأبحاث، على مستوى الفصائل الفلسطينية، وبالتالي على مستوى أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم مطلوب أيضا توحيد هذه الرؤية، ويا ليتهم يلتقون على هذا التحدي، على الأقل أنه تحدي داهم وقائم ومتحرك الآن في المنطقة. ولاحظتم ضم القدس أقصد إطراف أمريكا بالسياسة القدس وإطرافها بالجولان، وبالتالي هذا موضوع متحرك ينبغي أن نتعامل معه الآن غير قابل للتأجيل، وهناك مثال للطرف الفكري فيه، فيجب أن يتم التعامل معه بعمل مشترك وحدوي، ولو كان هناك خلاف على القضايا الأخرى ينبغي أن يكون هناك وحدة واحدة على الأقل تقول نواجه صفقة القرن، إما لإفشالها أو إبطالها أو تعجيز الصف الأمريكي والإسرائيلي تطبيقها في المنطقة، أو منع الجانب العربي كله من التطبيق مع إسرائيل وبالتالي من التعاون مع الصفقة. لو هذا حصل أعتقد سيكون مدخل مهم جدا لمواجهة تحديات الثلاثة الأخرى. هذا ما أعتقد من أكبر تحديات تواجه الحركة السياسية الفلسطينية والفكر السياسي الفلسطيني. كان بودي أن أستمع إلى مزيد من الإجابات دكتور، لكن ضاق علينا الوقت. أشكرك جزيلا دكتور جواد الحمد، كنت معنا من عمان. في دقيقة واحدة أستاذ بشار، من أين نبدأ؟ الآن الجميع يبحث عن حل الانقسام، تخيلت الانقسام بين حماس وفتح، والقضية أكبر من ذلك أساسا. صح صح، لا نستطيع أن نعيد اختراع السؤال الدجاجة قبل البيضاء، لأن واضح أنه هذا سيعيدنا إلى النقطة. برأيي يجب أن يستمر الأعمال المقاومة، احنا حكينا عن الدور الطلابي، العمل المقاوم يجب أن يستمر بطيفه الواسع بكل أشكال العمل المقاوم، أن لا نستسلم لصفقة القرن اللي بغض النظر شو مضامينها بالضبط، يجب أن يتم العمل لإفشالها، وأن لا نوقف العمل من أجل فلسطين عبر المقاومة المباشرة وغير المباشرة بانتظار الوحدة وإنهاء الانقسام. يجب أن لا ننتظر ذلك، نحن لدينا تجربة إنسانية ممكن أن تنقلنا إلى مربع جديد للصراع مع العدو الصهيوني. هذه التجربة متعلقة بالأحرار في العالم زي منظمات المقاطعة وزي العمل لمناهضة التطبيع، يجب أن نتحرك ونتقدم إلى الأمام من خلالها. والنقطة الأخيرة أن الشتات الفلسطيني يجب أن يكون له دور في الضغط والتمثيل، يجب أن لا يستسلم، وهناك مؤشرات أن دور الشتات الفلسطيني ممكن جداً أن يكون فعلا. أشكرك جدا أستاذ بشار شربي المختص بالشأن الفلسطيني، وأشكر ضيوفي دكتور جواد الحمد من عمان والدكتور أحمد رفيق عواد من رام الله. ألتقيكم بعد فاصل قصير مع باقي فقراتنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن، نشتاق لأيام الماضي ونعود بكم إلى بابور الكاز، وهو تحفة من التراث الفلسطيني وربما العربي أيضا، وحكايات لا تنسى لدى شعبنا الفلسطيني الذي كان يستخدم هذه الأداة في إعداد الطعام وفي أشياء أخرى كثيرة، فلنتابع. البابور كان الشيء الرئيسي، يعني كان فيش غاز في البلد هون، فيش كان يعني الشيء الأساسي يستخدموه يعني الناس هون، الشيء الأساسي في البيت كانت كل الناس تستخدمه، لا للطبيخ ولا للفئة ولا كل شيء، كان يعني من أساسيات البيت البابور.
التسعينات كان أساسي موجود في الشارع عندنا هون، كان في 5 محلات تقريبا يصلحوا بوابير. صنعا انقرضت ما ضلش فيها يعني، فيش بوابير حتى من القديم كتير طيب، إلا اللي محتفظ فيه الواحد في البيت. كنت أنا صغير أحب أجي عند تبع البوابير وأتفرج عنده كيف بيسووا هذا، والناس بيستخدموه يعني بحنوا للماضي القديم يعني، بيسووا هذا الإشي بصير، وأنا بهواية يعني بصلحه بس يعني مشان أفش قلب الناس. هذا مفتاح العين، هذا بفك العين تبعته، هذا بفك البلفات، هذه العدة والكاوي الحام يعني، بس هذول الأشياء الرئيسية اللي مش شيء تاني، عدة تاني، ومفتاح اللي بنشد الراس ونفك فيه. كلنا الأولاد إخوة نقعد مع سوا، بتنام بقول لك بيعرفش بالدفع لما يدفع صوته بدفع. أهلا بكم من جديد. الثوار لا يموتون بل يخلدهم التاريخ ويبقون في قلوب الشعوب الحية إلى حين التحرير، تحرير الأرض المقدسة. خليل الوزير أبو جهاد شخصية فلسطينية كبيرة وقائد فلسطيني كبير، اغتالته إسرائيل في عام 1988. فلنتابع. التصفية الجسدية هي اللغة التي تعودها الكيان الصهيوني لكل من يرون أنه يهدد أمنهم وسلامة مواطنيهم. سلسلة من الشهداء الذين قتلوا غدرا على يد عصابات تدربت وتربت على هذه العمليات القذرة، من بين هؤلاء القائد خليل الوزير. اغتيال خليل الوزير عام 1988. كان هدف إسرائيل منذ عام 1985 هو اغتيال الرجل الثاني في حركة فتح خليل الوزير والملقب بأبي جهاد. الاغتيال والقتل والذبح لكل من قاوم هذا الكيان المغتصب، فقد كان الرجل يمثل لها خطراً لما يحمله من أفكار وما نفذه من عمليات جريئة تضرب إسرائيل في قلبها. في كل شبر، في كل حجر، في كل عمارة سيدفع ثمن غالي، ونحن نعرف كم يحاول الإسرائيليون أن يحافظوا على قواتهم وعلى الناحية البشرية لديهم. كان خليل الوزير أحد أهم قيادي حركة فتح، وكان المسؤول عن قوات العاصمة التابعة للحركة، وقد خطط لعملية جريئة وغريبة عام 1985 وهي مهاجمة مقر الحكومة الإسرائيلية، وأخذ بعض الرجال رهائن لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في تل أبيب. استطاعت إسرائيل أن تحبط هذه المحاولة، ومنذ ذلك التاريخ قامت بثلاث محاولات لاغتيال الوزير لما يمثله من خطر في نظرها، إلا أن جميع هذه المحاولات فشلت حتى عام 1988 حين أشرف الوزير على عملية مفاعل ديمونة التي كانت بمثابة ناقوس الخطر الذي ضق في إسرائيل، مستوجباً أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد على هذه العملية باغتيال قائدها في أسرع وقت. نفذت القوات الإسرائيلية بقيادة إيهود باراك وموشي يعلون عملية الاغتيال في 16 من إبريل بعد 10 أيام من عملية ديمونة، فهجم أكثر من 20 عنصرا مدربا من الموساد على بيت الوزير وقتلوا الحراس، ثم أطلقوا عليه الرصاص بغزارة حتى استقرت 70 رصاصة في جسده فسقط شهيدا في الحال. لم تعترف إسرائيل بعملية اغتيال الوزير إلا بعد مرور 26 عاما على اغتياله، إذ نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريرا تحت عنوان صاحب الأرواح الأربعة، تحكي فيه تفاصيل الاغتيال لهذا القائد الذي استطاع أن يضلل إسرائيل سنوات عديدة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها،
وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. هذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.